وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي وراه جمهور بهذه العظمه وهذا الحماس وهذا الانتماء وهذا الحرص الدائم على ان يفضل الاهلي باذن الله في المقدمه. عايز اقول لكم ان مباريات الدوري الثلاثه النهارده فيوتشر تعادل مع المقاولين 0-0 في مباراه غريبه وعجيبه، تقريبا ضاع من فيوتشر حوالي 15 16 فرصه. لكن الغرابه كانت في مباراه المحله والاسماعيلي، المحله سجل 5 تجوان اتحسبوا منهم 2 و3 اتلغوا من الفار، فانتهت بفوز المحله على الاسماعيلي في المحله 2-1. الاسماعيلي تلقى الهزيمه الثانيه له. الاتحاد السكندري كسب الداخليه 2-0. بكره سموحه مع البنك الاهلي وطلائع الجيش مع انبي، ويوم الاربع فاركو مع حرس الحدود. الظاهره ان كل الماتشات بقت سريعه وصعبه. اه لا فعلا الدوري مختلف مؤكد.